الفكرة ان انا عمري في حياتي ما دخلت عملية، ما بحبش الدم وما بحبش اشوف الدم، ما بحبش الكالونة، ما بحبش الحقن، ما بحبش الابر. ففكرة ان انا اكون موجود في مستشفى وداخل بمزاجي لدرجة ان انا مش مستوعب ان انا بعد 5 ايام تقريبا حياتي هتتغير تماما. في المستشفى دلوقتي ايه حصل عليك يا هادي؟ اي حاجة بشربها دلوقتي عبارة عن مية سخنة، انا مش حاسس بطعم الاكل. النهارده يوم الخامس. الفيديو ده يعني اعتقد ان انا فكرت كتير جدا جدا هل اعمله اصلا ولا لا. ليه ادهم فعلا محتاج يعمل الخطوة دي؟ مبدئيا قبل اي شيء لازم تكونوا عارفين ان انا الخطوة دي انا ما خدتهاش النهاردة ولا امبارح ولا من شهر ولا من سنة. الموضوع ده في دماغي ممكن من 5 أو 6 سنين وانا بفكر جديا ونفسيا في الموضوع ده. مبدئيا انا من زمان ما كنتش باخد بالي خالص من حجم مناخيري ولا في الصور ولا في اي حاجة، بس انا كنت زمان عندي لازمة ان انا بحب اتصور من الكادر ده، لان يعني زي ما انتم شايفين انا عندي مناخيري من هنا بشكل ومناخيري من هنا بشكل تاني خالص، يعني حتى شكلها مش زي من هنا. ما كنتش بهتم بالموضوع وما كنتش بحطه في دماغي، ولكن مع مرور الوقت ودخولي لعالم السوشيال ميديا بدأت الكومنتات بتاعت الناس ان هي تلفت انتباهي للموضوع بشكل كبير جدا. واكيد كلكم ملاحظين الموضوع ده عندي في الكومنتس ان هو دايما بياخد التوب كومنتس الكلام على مناخيري وقد ايه انا مناخيري كبيرة. لما فكرت في موضوع ان انا صغر مناخيري كان الحاجة الوحيدة اللي موقفاني عنه ان انا كنت متخيل ان هو ممكن يكون حرام وقد ايه هو ربنا ممكن يزعل مني ان انا اعمل حاجة زي كده، ان انا كمان شخص الحمد لله بصلي وما بسيبش فرض الحمد لله. كنت خايف ان انا ابقى عملت حاجة غضبت ربنا او ان انا ابقى غيرت خلق ربنا، لغاية ما رحت دار الافتاء وسألتهم هل لو انا عملت مناخيري علشان هي فعلا مؤثرة عليا نفسيا هل ده حرام؟ قالوا لي لا مش حرام. مع مرور الوقت كنت نسيت الموضوع وشلت الموضوع تاني من دماغي بعد ما رحت وسألت. من حوالي 3 شهور تعبت جدا وكنت بعمل فحوصات كاملة لان احنا مكناش عارفين انا عندي ايه، فكنت دخلت عملت اشعة كاملة او اللي مش فاكر اسمه اكسر حاجة كده اللي هي بتبين عظم الراس كله. اكتشفنا بالصدفة ان انا عندي حاجة اسمها اعوجاج في الحاجز الانفي سدد لي الفتحة دي، وانا طول حياتي ما بتنفسش غير من الفتحة دي في مناخيري، ودي زي ما انتم شايفين كده مقفولة تماما طول حياتي. يعني انا عمري ما بعرف انزل تحت الدش او البسين او الكلام ده، لازم اطلع راسي كده من برا الدش عشان اعرف استحمى. من هنا قررت ان انا لازم اخد الخطوة دي، اولا علشان صحتي ارجع اتنفس كويس. كأدهم بقت مضايقاني جدا ومش مخلياني مرتاح في التصوير. طيب خلوني اكون صريح معاكو تماما، هل لو انا ما كنتش في عالم السوشيال ميديا وقدام الكاميرا هل انا كنت هفكر اعمل عملية تصغير الانف لو ما كانش عندي فيها مشكلة؟ الاجابة لا، عمري ما كنت هفكر اعملها لو انا كنت شخص طبيعي. بتكلم معاكو بكل صراحة كأني دلوقتي بتكلم مع نفسي. حددت ميعاد العملية كمان 5 ايام. الفكرة ان انا عمري في حياتي ما دخلت عملية، ما بحبش الدم وما بحبش اشوف الدم، ما بحبش الكالونة، ما بحبش الحقن، ما بحبش الابر. فكرة ان انا اكون موجود في مستشفى وداخل بمزاجي، خليني اقول بمزاجي لان موضوع ان انا بتنفس من فتحة واحدة ده كان طول حياتي انت متعايش معاه. موضوع عليا انا كأدهم صعب جدا لدرجة ان انا مش مستوعب ان انا بعد 5 ايام هكون بشكل تاني، تقريبا حياتي هتتغير تماما. وفي الاخر عايز اقول لكم ان اي حد لو في مكاني لا قدر الله خدت الخطوة ان انت تعمل الموضوع ده، لازم تكون عامل الموضوع ده علشان نفسك مش عشان الناس. يعني انا لما يعني انا خدت الخطوة دي علشان ادهم، عشان انا عايز ابقى مرتاح اكتر. اتمنى ان هي تعدي على خير وان شاء الله متفائل. انا رايح لدكتور شاطر جدا وكل حاجة تبقى كويسة. طيب دلوقتي يا جماعة خلاص بكرة العملية، دلوقتي احنا بالليل، العملية بكرة الساعة 8 بالليل بس احنا دلوقتي الساعة 2 بالليل. انا فجأة حسيت ان انا عايز اشرب شاي كرك ومش عارف امتى هقدر تاني ان انا انزل اشرب شاي كرك، فكلمت علي صاحبي. علي طبعا انت اكيد عارفينه، فقلت له علي تعالى ننزل واحنا نشرب شاي كرك الساعة 2 بالليل، هو كده كده فاتح 24 ساعة. عايز اسال علي سؤال كمان كان بيدور في دماغي على فكرة. وعلي يا جماعة ساكن قدامي جدا، يعني علي ساكن في وشي فاحنا كل يوم بنشوف بعض، فبقيت انت اكتر حد غريب بتشوفني. عايز اعرف انت ايه احساسك وانت بتشوفني النهارده لاخر مرة بالمناخير دي؟ بقولك هي لايقة على شكلك جدا. هو بيقول لي كده، فهي دايما بيقول لي ان هي لايقة على وشي وشكلها حلو، امتى بقى هتعملها؟ طيب دول جبنا 2 شاي كرك. علي واقف انا مش عارف ليه حاسه مش طايقني بس
طيب دلوقتي يا جماعة احنا في الطريق للمستشفى. تمام. علي جه خدني، طبعا علي اللي هيكون معايا هناك. انا مش قايل لاهلي تماما ان انا هعمل العملية دي، مش عشان حاجة، بس مش عايزهم يقلقوا، وفي نفس الوقت عاملها لهم مفاجأة. الطريق من بيتي لهناك حوالي 40 دقيقة. المستشفى زي ما انت شايف في المستشفى دلوقتي، وانا لابس، انا رايح بالكروكس، وعلي لابس جزمة، وانا رايح بالكروكس. انا دخلت السويت، المفروض ان انا هفضل قاعد هنا في الاوضه دي لغايه ما الدكتور يجي علشان يشوف الحاله ونبتدي بقى الاجراءات اللازمه. انا مش عارف ايه الاجراءات يا جماعه. طيب دلوقتي يا جماعه انا طلعت اريح شويه على السرير، وعلي عايز يصلي. عايز يصلي ايه؟ عايز يصلي دلوقتي العشاء او المغرب. ادعيلي ادعيلي معاك. انا جعان ميت من الجوع، ما اكلتش اي حاجه بقالي 8 ساعات، وعلي قاعد بياكل عادي جدا. في هنا كرات اللحم، في كرات اللحم، في كباب لحم، في ريش بتلو. رايز من خارج من العملية هياكل ريش بتلو. يا ابني دي مش توكة، ده البتاع اللي بيتلبس في الراس ده. دخلوا لي الجيلي ده وميه وعصير وده شاي اعتقد، وعلي كان منمر على الاتنين دول، بس انا هخبيهم هنا. يغزني علشان هو بيشرب وانا لا. كلها ساعتين زمن. كلها ساعتين زمن يا مفتري. ده ايه؟ اسود دي؟ ايوه اسود التعريف. انا هتكلم على اسمي مين؟ ازوق انا اللي عمالين خلاص خلاص. يقول لي صور ده عادي بصراحه، حاسس ان انا دايخ. ماشي ده طبيعي من البنت. ده نفس يوم العمليه بس بالليل، يعني احنا دلوقتي الساعه 5 الفجر روحنا. انا كويس، حاسس ان انا مش موجوع خالص، ولكن في زي ما قلت لكم هنا كده وجع بسيط علشان الأبوب اللي كان حاطه لي عشان التنفس. دلوقتي هبتدي ان انا اشرب واكل بشكل طبيعي تماما. زي ما انتم شايفين النهارده اول يوم بعد العمليه. العمليه بتاعتي كانت امبارح بالليل، النهارده اول يوم بعد العمليه. طبعا زي ما انتم شايفين في شويه احمرار وازرقاء، بس ده طبيعي جدا، وممكن كمان كان يحصل اكتر من كده، بس ده طبيعي جدا. لحد ما النهارده بدات شويه اتنفس مناخيري شويه، ودلوقتي هقوم اكل. طيب زي ما انتم شايفين النهارده تاني يوم بعد العمليه. النهارده يوم الجمعه، عمليتي كانت الاربع. زي ما انتم شايفين في انتفاخ حوالين عيوني، حتى لو وربت عن كده فده شيء طبيعي جدا. فده ابديت. طبعا وشي شكله مضحك جدا يا جماعه، اموت من الضحك. دلوقتي هروح اكل وهلعب شويه. دلوقتي زي ما انتم شايفين طلبت فطيره بالسجق وبطاطس، او مش عارف ده مش اكل عيانين بس عاجبني. والنهارده خامس يوم. زي ما انتم شايفين الانتفاخ قل جدا جدا جدا، بس خدودي هنا ستيل منفوخه. معايا محمد صاحبي، مش عارف هو مستخبي من الكاميرا مش عايز يطلع. جه يزورني وقلت له ان احنا ننزل نشرب شاي كرك، فدلوقتي هنروح. انا مش هنزل من العربيه، هو بس هينزل يجيب لنا شاي كرك. هو انت تعمل ايه؟ اللي في الشنطه دي فلوس؟ انا سمعت حاجه بتعمل. ماشي. دايما شايفين دلوقتي هنروح نشتري شاي الكرك، وانا نزلت اسوق لان انا كنت زهقت جدا من البيت يا جماعه. انا بقالي اسبوع. النهارده يوم الكام؟ النهارده يوم الخامس، وانا النهارده يعتبر اليوم السادس وانا ما نزلتش من البيت ولا يوم. فدلوقتي هنروح نشتري الكرك دي نشربه، وبعد كده ارجع البيت. سوري يا جماعه ما لقيناش كرك تي، فمحمد جاب سبانيش لاتيه. لحظه عايز تركب ولا عايز ايه؟ طيب سوري.
انا ما عنديش يعني مش هعرف اساعدك دلوقتي، انا مش هعرف اساعدك. اركب. ممكن تشيل الازازه الفاضيه دي عشان اعرف احط الكوبايه بتاعتي. العربية كلها زبالة طبعا، بقالها اسبوع ما اتركبتش يعني. شكرا يا محمد، حطيتها في الباب. شاطر. دلوقتي بيقنعني ان الاسبانيش لاتيه ده احلى من الشاي الكرك اللي احنا كنا. احنا رحنا لقينا المطعم، لقينا المكان قافل وبيجدد يا جماعه. محمد بقى في حاجه مش فاهمها، مش فاهم اي حاجه. بشربها دلوقتي عباره عن ميه سخنه، يعني مش حاسس بطعم الاكل. تصدق كده؟ ايه ده محمد، ده طعمه حلو. حاسس بطعمه يا جماعه النهارده. باي ذا واي، بدات احس شويه بطعم الاكل. حاسس طعمه حلو، طعمه حلو قوي. مش عارف عن... طيب زي ما انتم شايفين النهارده اليوم الخامس. دلوقتي انا المفروض رايحين النهارده للدكتور علشان خاطر افك الشيء ده. طبعا الدكتور يا جماعه في المنصوره، فانا النهارده معايا صاحبي مصطفى. يعني هو جاي مخصوص يا جماعه، تتخيل جاي مخصوص من اسكندريه علشان يوديني المنصوره وبعد كده جاي كده يرجع بيته. صح، مش عارف ازاي عمل كده، يعني ازاي وافق اصلا. بس ده انسان محترم وجدع وصاحب صاحب صح. واجمد ايه بقى، ان هو محترم، ان هو بياكل السندوتشات اللي انا عاملها له. مش اي حد يثق، مش اي حد بيثق فيا وبياكل الحاجه اللي انا عاملها. طبعا زي ما ملاحظين انا بدات ان انا اشم شويه من هنا. و دلوقتي رايحين نجيب قهوه الاول، انا هقعد مكانه اسوق، وبعد كده على ما هو ياكل نروح نكون جبنا القهوه، وبعد كده نتجه الى المنصوره. وزي ما انتم شايفين طبعا دلوقتي انا في اسبريسو لاب. زي ما انتم شايفين انا يا جماعه بحب الحاجات دي قوي في الاوقات اللي انا ما ينفعش اكلها فيها. يعني مثلا انا في الوقت العادي ما باكلش حلويات، لكن انا دلوقتي عايز اكل حلويات. زي ما انتم شايفين الجو حر جدا، انا جبت الحاجات دي، جبت قهوه وكيكس. انا بصراحه جايب الكيكس دي لكريمه اللي هي الممرضه بتاعت الدكتور، لان هي ساعدتني جدا يا جماعه، كانت دايما معايا على التليفون. قلت ابسطها كده واجيب لها كيك او حاجه معايا. دلوقتي داخل على العربيه. العربيه ايه، مصطفى قاعد جوه في التكييف وانا قاعد في الحر. طيب دلوقتي احنا لسه واصلين العياده. زي ما انتم شايفين هنا دي العياده. الدكتور لسه ما جاش، اتاخر حوالي 3 ساعات. ورحنا شربنا مشروبات وجينا قاعدين مستنيين دورنا. و استني ادخل عشان افك الشيء ده. دلوقتي احنا الدكتور لسه ما جاش. تمام، معايا كريمه. كريمه يا جماعه دي انا عايز اقول لكم ان انا مرمطها معايا من اول العمليه. انا خير جدا بصراحه. ودلوقتي جيت لكم بعد شهر من العملية. طبعا يا جماعة الحمد لله الحمد لله الحمد لله العملية عدت بكل سهولة. وطبعا ده شكل مناخير مبدئي، لان مناخيري شكلها هيتغير تماما كمان 6 شهور. ليه هيتغير تماما؟ لان عملية المناخير الوحيدة اللي لما بتعمل عملية مناخير، الغضاريف اللي بيشيلوها من مناخيرك بيحطوا مكانها حاجة زي المية. فهي مش ميه بس حاجه زي الميه. على ما بتبتدي تتسرب علشان الجلد يتطبع على الغضاريف الجديده، بتاخد حوالي من 6 شهور لسنه. فعلى ما الميه تتسرب من مناخيري وتبتدي بقى شكلها الحقيقي يبان بقى، والنفخه اللي هنا دي، يعني انا مناخيري من هنا معبيه ميه جدا. عايز اوريكم شكل مناخيري من الجنب من قدام. وخلوني احط لكم هنا صوره مناخيري قبل عشان تشوفوا ان القبل كان عامل ازاي. فالحمد لله الحمد لله النتيجه راضي بيها 100%. يعني حتى لو هتفضل مناخيري بالشكل ده انا راضي بيها 100%، ما عنديش 1% ندم على العمليه. العمليه تحفه الحمد لله، والنتيجه بتاعتها تحفه. دلوقتي بقى لو انت مهتم للعمليه وتعرف هل انا عانيت فيها ولا لا، البروسيس الاجراءات بتاعت العمليه، العمليه خدت وقت قد ايه، اتعافيت في وقت قد ايه، هل العمليه بتوجع ولا لا، كل التفاصيل دي هبتدي فيها دلوقتي حالا. مبدئيا زي ما انتم شفتوا العمليه بتاخد حوالي من 2 ساعة ل3.5 ساعات. بتتبنج بنج كلي، بتدخل العمليه يحطوا لك الكانولا، يحطوا لك البنج، ما بتحسش باي حاجه، زيرو. انت بتحس ان انت عملت كده وصحيت. حتى ما بتحسش ان انت مثلا لما بننام بنحس ان احنا في شويه سواد كده شفناهم حلمنا، لا انت ولا بتحلم ولا انت بتعمل كده، تصحى تلاقي نفسك عامل عمليه.
المفاجأة ان انا العملية كان الناس كلها تقعد تقول لي العملية ما فيهاش وجع، وانا ما كنتش بصدق. جماعة العملية ما فيهاش 1% وجع، انت بتطلع من العملية ما بتاخدش حتى بين كيلر، ما بتاخدش مسكنات، انت بيحطوا لك حاجة زي دعامة كده على المناخير علشان خاطر ما تتخبطش فيها ما تضربش. وجع 0%، بتاخد الادوية بتاعتك. اكتر حاجة كانت مضايقاني ان انا ما كنتش بتنفس من مناخيري لمدة 10 ايام. 10 ايام ما بتنفس من مناخيري، بتنفس من بقي بس. وحتى الان انا مناخيري بتنفس منها طبعا، الحمد لله بتنفس كمان من الفتحتين، ولكن علشان الغضاريف لسه ورمة، الغضاريف جوه عاملة كده، فالهواء اللي بيخش مش اكتر، مش احسن حاجة يعني. ولكن طبعا بتنفس من مناخيري كويس جدا دلوقتي. بنمشي على الروتين ده لغاية ما نروح للدكتور بعد 10 ايام علشان يفكلنا الجبيرة والجبس والحاجات اللي هي بتبقى موجودة على المناخير، ونبتدي ان احنا نشوف شكل مناخيرنا. طبعا ما تتخضوش تماما، لان انا اول ما شفت مناخيري اتخضيت تماما، عجبتني، حسيت ان انا اتغيرت، ولكن كانت مناخيري منفوخه. طبعا كنت لسه بقى فاكك الجبس والحاجات دي، مناخيري كانت منفوخه جدا، مناخيري كان شكلها غريب، حاسس ان انا شكلي غريب، ما كنتش متعرف على نفسي. لكن الحمد لله دلوقتي زي ما انتم شايفين، يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله، مبسوط جدا بالنتيجه. امتى بتقدر تنزل الشارع؟ انا قعدت اول اسبوعين زي ما انتم شايفين كان عندي زرقان هنا، زرقان مرعب، زرقان رهيب، وما كنتش بعرف انزل الشارع، ما كنتش بعرف اروح في حته، كنت بس انزل اشرب قهوه وارجع. بعد اسبوعين بعد ما فكيت البتاعه دي بدات ان انا انزل، بدات اشوف صحابي، بدات اعمل كل حاجه بشكل طبيعي تماما. لو انتوا كمان بتشتغلوا تقدروا بعد اول اسبوع ان انتوا تروحوا، لو بتعملوا اعمال مكتبيه، لو بتعملوا اي حاجات اللي هي مش محتاجه مجهود قوي يعني، تقدروا تروحوا بعد اول اسبوع 10 ايام بشكل طبيعي تماما. اكتر حاجتين كانوا مضايقني ان انا ما كنتش بروح الجيم، وكنت ممنوع من الجيم لمده شهر ان انا اعمل ضخ دم للدماغ. وانا الجيم بالنسبه لي بروح حتى لو مش عشان جسمي، بروح نفسيا ببقى مبسوط ان انا في الجيم. وتاني حاجه ان الورم بتاع عيني، يعني انا كنت عندي ورم هنا وما زلت على فكره عندي ورم هنا، ما كنتش بعرف اضحك كويس، يعني ضحكتي كانت حتى الان شفتي من هنا مش احسن حاجه بعرف اضحك يعني. وكنت خايف ان الجروح تكون اثارها باينه، الحمد لله مفيش اثار جروح باينه تمام، مع ان انا مناخيري مفتوحه كلها يا جماعه، المناخير كلها بتتفتح، بس طبعا تكونوا نايمين. الورم وشك بيورم بشكل كبير، ولكن فورا بيروح، يعني مش هتحسوا طبعا. انتوا العمليه ما فيهاش وجع بنسبه 1%، ولا الورم بيحسسك بوجع، انت بس شكلك بيبقى غريب. بيفكروني لما رحت زرعت شعر، كنت برضو راسي ورمة وكانت حالتي صعبة يعني. اكتر حاجة بقى ضايقتني ان انا بعد 10 ايام من العملية كان عندي تصوير. اولا كنت طالع مع رضوى الشربيني في حلقة، وكان لازم اروح، وكانت عيني ورمة جدا، وكانت مناخيري ورمة جدا، وكان وشي وارم جدا، حتى الناس كانت مستغربة شكلي. وكنت حتى لما طلعت اتكلمت على الانستجرام ان انا شكل طالع مع رضوى الشربيني، الناس كلها تقول لي شكلك متغير، شكلك في حاجة غريبة. تاني حاجة ان انا كان عندي تصوير لاعلان، والتصوير اعلان اضطريت ان انا اصور ومناخيري وعندي زرقان هنا، وقعدت احاول اداريه علشان خاطر ما يبان. دول كانوا اكتر حاجتين ضايقوني بعد العملية، لكن الحمد لله دلوقتي زي ما انتم شايفين اهو. هل انا عندي 1% ندم ان انا عملت العملية دي؟ بصوا يا جماعة شكلها من هنا حلو ازاي، الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هل انا عندي ندم بنسبة 1% عملية؟ لا تماما، لا تماما، لا تماما. ولو رجع بيا الزمن هعملها مرة والف، لو كان يفضل يرجع بيا الزمن هفضل اعملها. ولكن الحمد لله الحمد لله نتيجة زي ما انتم شايفين، راضي بيها جدا جدا جدا. ده فلوج العملية بتاعت مناخيري. طبعا انا مش بشجع اي حد ان هو يروح ياخد الخطوة دي، ولكن انا كعن نفسي كنت محتاجها جدا نفسيا وجسديا بسبب التنفس. فالحمد لله دلوقتي بتنفس من فتحتين الاثنين، والحمد لله ثقتي في نفسي بقت احسن. وما بقولش ان انا يعني، هي يا جماعه كل واحد جواه بيحس بنفسه، بيحس بحياته، كل واحد حياته ودماغه ماشيه بشكل معين. الحمد لله ما عملتش حاجه غلط ولا حرام، الحمد لله ربنا كرمني وطلعت بالشكل اللي انا عايزه بالظبط، انا كنت متوقعها كده بنفس الشكل الحمد لله. وكمان لما تخف اكتر هيكون شكلها احسن. الناس اللي هتشوف الفيديو ده بعد سنه يدخلوا يشوفوا الفيديوهات الجديده هيكون شكلي فيها عامل ازاي، ان شاء الله تكون شكلها فيها بقى احسن. والناس اللي بتشوف الفيديو وهو لسه نازل عايزكم تفرحوا لي، لان النتيجه زي ما انتم شايفين انا مبسوط بيها جدا. فده كان فلوج العمليه، واتمنى ان انتم تكونوا كلكم كويسين.